танковое подразделение получило задачу уничтожить огневые точки ваххабитов и обеспечить переход пехоты в наступление. Командный наблюдательный пункт. يلا يا نمر يلا هدي يا نجدة توقف عندك نجدة هدي شوي قرب انت يا شو اسمه عماد رشاد قرب شوي بس يا رشاد بس خد بنتي بباتك على اليمين رشاد نفذ رمي الحصان يلا بس شوف هذا فرق نفذ رمي يلا قطينا بالرشاش يا عماد نمر كمان وحدي بنفس المحل يلا سيدي خلي يقنع على اليسار على البعيد يا شوي صغيري على اليسار يا خلي يروح على الزنة ثاني على البعيد ايوه يمكن ما ادري ايه اول لا اصبر المسرح ايوه ارميها يلا رميها يلا بندا يا محمد نمر
قدامك الوجه ليك هي قريب عليه هاي البلوكي فيها طلاقي وراها ثروة ارجع لورا خالد ارجع ما تخليه يتقدم لا رجع للدبابي لورا حسام خالد ارجع حسام ارجع رمي على الساتر حسام نفذ لي رمي ايوه كمان طلقه حسام وانت عم ترجع يا رشاد عملك وقف حسام وقف حسام ايه وقف ارجع خالد ارجع بسرعه بدي خلي الدبابه تلف ارجع انا نطق في المجموعه يا خلاص اربي لك شيء معك يلا هلا بقرب عماد بيرمي После выполнения задачи экипажи вернулись на исходные позиции для загрузки боеприпасов и ждут следующего приказа. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов,
Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.